فضيلة الشيخ هذا يقول منّ الله عليّ وبدأت أصلي من بداية الشهر ولله الحمد وأحافظ على هذه الفريضة العظيمة ولكن يا شيخ قضاء الفوائد في السابق كنت أصلي وأترك هل أصلي هذه الفوائد؟ عليك بالتوبة إلى الله الفوائد الكثيرة لا تقضيها لكن تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة في المستقبل وإذا تبت الى الله وحافظت على صلاتك في المستقبل تاب الله عليك ولا تقضي ما فات نعم